طبعا مع سيادة الرئيس سيد سامح شكر وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية للوفد مع سيادة الرئيس. ارجع للصورة. لا ايوه بس اقف هنا، ركزوا بالصورة دي. الصورة دي لما الصورة اللقطة اللي قدام حضراتكم تزعل مين؟ المشهد اللي قدامكم ده اللي انتوا عارفينه، اول ما يشوفوا اللقطة دي قيادات الثلاثة الدول اللي لها موقف محدد من النظام التركي الإرهابي، صورة زي كده تخلي أردوغان يعني مش تضايقه، لا تخليه النهاردة نايم متنكد. هو مجرد الإعلان عن القمة الثلاثية في قبرص أساساً عملها له مشكلة.